هذا الصباح شركاء هذه الدول مشعل بن سام رئيس البرلمان العربي واللجنه المختصه بتنفيذ هذه الخطه، ودرسنا وتفاقمنا حول الخطه التي حقيقه نعتبرها مبادره اخويه عربيه صادقه لدعم السودان الذي ظل في هذه القائمه منذ العام 1993 ظلما ومحتملا. وكذلك اطلعنا اللجنه المختصه ومعالي رئيس البرلمان العربي على الجهود والمؤسسات الاسلاميه المختلفه لاداره السودان من هذه القائمه، والنقاط الذي يدور الان مع الجهات المختلفه لهذا المشروع. اتفقنا على تنسيق النقطه لنجاح هذه المنطقه. طبعا البرلمان العربي يتخذ مسار يتعامل فيه مع الرفقاء من برلمانات عالميه والدبلوماسيه الشعبيه ومنظمات او مؤسسات الرأي العام في الولايات المتحده.